الله أكبر هي الله أكبر أبو قاسم الله اكبر ازاي بعد شباب هون بالعز جيب شبابك يلا الله اكبر الله اكبر أربع سنين وأخي كان مع المسلحين صار لي سنتين ما لي شايفه والحمد لله يعني هلأ صارت له فرصة ورجع يعني فرحتي ما بحكيها يعني قد ما أحكي مع الحمد لله مبسوط يعني رجعت يعني ورجعت الشباب كلنا يعني نحن المعارك أتخيل أنه أي رصاصة بجوز مني تجي بتقتله يعني خلص أنه ونحن عارفين حالنا على حق وهني الغلط خلص عارف حاله أنا كنت مع المسلحين كنت قاعد أخذ ضد الجيش خلي سنتين بعيد عن أخواتي وعن أهلي وعن كل اللي بحبهم كنت أتخيل كل لحظة أنه أي اشتباك يصير لأن أخواتي على طول بخطوط الجبهة أني أقتل واحد من أخواتي طلقا يعني كل اللحظة هاي كنت على طول أتخيلها قدامي الحمد لله ما صار هالشي ورجعت شفت أخواتي ورجعت لأهلي ورجعت لوطني رجعت للحق اني كنت ماشي على الباطل الا اني رجعت لاهلي لاحبابي لوطني وهلا باذن الله سلاح ما رح اتركه هرجع اقتل مع الجيش اني كنت على باطل اللي خلاني انضم
أول شي انخطفت، بعدين غروني بدولارات، ضليتني. أيو كل شي يعني شو بدك؟ غروب كل شي، شو بدك موجود خود، بس المهم قاتل الجيش. أنا كنت قائد فصيل يعني ما ناسبنا الوضع اللي فوق كلياته، حبينا نرجع لحضن الوطن، ولقيت قبول من الشباب كثير يعني كليات يعني بادلونا نفس الشعور، بدنا نرجع لحضن الوطن ونرجع مع الجيش رديف، والدولة أعطتنا ثقة كبيرة، خلت سلاحنا معانا في علاقات معاها فورا، يعني إنه ما تم سحب سلاحنا منينا، فورا راح نسجل سلاحنا ونصير رديف مع الجيش بإذن الله، ونرجع لمقاطع عسكرية مع الجيش بإذن الله نقاتل إيد بإيد. حدا حاول يعرف مصالحكم بعدكم عن المصالحة؟ طبعا بصير كتير هيك شغلات، بس احنا خلاص عندنا إرادة وعندنا إصرار. شغلك كان في طبعا كان في كتير يعني جهات كتيرة ما بدها يانا نصالح، ويعني والحمد لله احنا شفنا الدولة كتير أعطتنا الأمان ورجعنا الحمد لله لحد الوطن. عم تنقل الارهاب تبعك؟ مشروعنا باذن الله بدنا نقاتل مع الجيش لحتى نخلص من الارهاب كلياته وترجع سوريا ونعمرها باذن الله وتوقف على جريها. والله خلينا الدكتور بشار اسد. شكرا لك والحمد لله على سلامتك يا رب. باذن الله اسلاحي ضد المتعصبين والمسلحين اللي جايين يخربوا البلد، لانه في غربيه وفي عالم برات سوريا يعني اجت تخرب عنا هون. منكون كلياتنا ايد واحده احنا والجيش العربي ان شاء الله. انا بطلب منيكم لانه بعزكم وعرفكم شو انتم كنتوا معي، ساووا وضعكم وصالحوا وارجعوا لحضن الوطن وايد واحده مع الجيش، خلينا نحمي بلدنا ونرجع نعمل